السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة اكتشف التعليمية. النهاردة إن شاء الله تعالى سوف نتناول كيفية استخدام دليل معلم الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، وحنشرح محتوى دليل المعلم وكتاب التلميذ. تنقسم دروس الرياضيات في الصف الثالث الابتدائي إلى ثلاثة مكونات: المكون الأول اربط، المكون الثاني تعلم، المكون الثالث تأمل. اربط وتستغرق من 10 إلى 15 دقيقة، وهو قسم جديد بدل التقويم في الرياضيات. في أولى وثانية كانت حصة الرياضيات تبدأ بنشاط التقويم، أما في الصف الثالث الابتدائي لهذا العام سوف تبدأ حصة الرياضيات بنشاط جديد اسمه اربط، وده حيكون بديل لنشاط التقويم في الرياضيات. خلال هذا النشاط هيكتسب التلاميذ من خلاله الطلاقة في المهارات التي سبق تعلمها، يعني المهارات اللي تم تعلمها في أولى وثانية هيتعلمها التلاميذ في هذا النشاط بطلاقة، وكمان خلاله هيقوم التلاميذ بالربط بين ما تعلموه فيما سبق في أولى وثانية وما سيتعلمونه في أجزاء تعلم. وهيتعرف التلاميذ من خلاله مسائل رياضية ممتعة من العالم الواقعي. إذن اربط هو نشاط جديد ستبدأ به حصة الرياضيات، من خلاله هيكتسب التلاميذ المهارة في تعلم الأشياء التي سبق تعلمها، بالإضافة إلى ربط ما تعلموه مسبقا بالمعلومات والمهارات اللي حيتعلموها خلال هذا العام. الجزء أو المكون الثاني تعلم، وبيستغرق من 35 إلى 45 دقيقة. خلال هذا النشاط حيتعلم ويطبق التلاميذ مهارات ومفاهيم الرياضيات المختلفة. المهارات والمعارف الجديدة خلال هذا العام سوف يتعلمها التلاميذ من خلال جزء تعلم. هيشارك التلاميذ في الاستكشاف والتجريب وحل المسائل والتعاون مع زملائهم والمناقشة مع الزملاء ومع المعلم، وده من أجل استيعاب وتطبيق المهارات والمفاهيم الجديدة. وكمان هيقوموا من خلال جزء تعلم أيضا بالربط بين المهارة والمعرفة الجديدة بالسابقة، ويتعلم التلاميذ التفكير والحل مثل علماء الرياضيات والمصابرة في تطوير الفهم التأسيسي، وده حيكون من خلال مخطط جديد اسمه التفكير مثل عالم الرياضيات، وحنشرحه إن شاء الله في هذا الفيديو. الجزء الثالث وهو جزء تأمل، من خلال هذا النشاط حيطور التلاميذ قدرتهم على التعبير عن أفكار الرياضيات بالتحدث عما اكتشفوه في الدرس، وذلك باستخدام مفردات الرياضيات وطرح الأسئلة لفهم أنشطة التعلم وتوضيح المفاهيم الخطأ وتعلم رؤية الأشياء من منظور التلاميذ. إذن الرياضيات للصف الثالث الابتدائي تنقسم إلى ثلاث مكونات: اربط وهو جزء جديد، ثم تعلم، ثم تأمل. بعض الاعتبارات التي يجب على المعلم مراعاتها: يجب تنفيذ كل قسم يوميا، كل قسم الثلاثة أقسام لازم يتنفذ يوميا في حصة الرياضيات، ومع ذلك في بعض الحالات قد يحتاج التلاميذ بعض دقائق إضافية لأحد الأقسام، يعني لو قسم يستغرق 10 دقائق ممكن التلاميذ يحتاجوا دقيقتين إضافتيتين لأحد الأقسام، وسيلزم اختصار قسم آخر أو اثنين في ذلك اليوم، يعني ممكن أزود جزء ونقص من جزء آخر. يجب على المعلم الاستعانة بتقديره الشخصي ومعرفته باحتياجات التلميذ لتخصيص وقت الحصة. إذن المعلم مش مرتبط بالأوقات المحددة لكل جزء، ممكن يزود ممكن ينقص على حسب احتياجات الحصة بتاعته وفقا لمتطلبات تلاميذه. تتوفر مسائل كلامية وأعداد كأمثلة في دليل المعلم،
ويمكن للمعلم استخدام المسألة الكلمية والأعداد المذكورة أو ابتكار مسائل كلمية تلبي احتياجات التلاميذ. يعني المعلم برضو متاح له أنه ممكن يستخدم أمثلة ومسائل كلمية وأمثلة أخرى غير الموجودة في دليل المعلم. مخطط التفكير مثل عالم الرياضيات، وده مخطط جديد للصف الثالث الابتدائي. في الصف الثالث الابتدائي سيتعرف التلاميذ على فكرة التفكير مثل عالم الرياضيات. يعني التلاميذ حيبدأوا يتعرفوا انهم بيفكروا ازاي زي بالضبط عالم الرياضيات. ويبدأ التلاميذ في تعلم مسائل الرياضيات الاكثر صعوبة وتعقيدا. يعني اثناء ما هم بيتعلموا مسائل، في مسائل سهلة ومسائل صعبة. المسائل الصعبة حيتعلموا ازاي يقدروا يوصلوا الحل زي بالضبط عالم الرياضيات. سيساعدهم تعلم ممارسة تلك المهارات والسلوكيات على أن يصبحوا متعلمين أكثر مسؤولية يتسمون بعمق التفكير. ينصح المعلم بإنشاء مخطط رئيسي بعنوان التفكير مثل عالم الرياضيات. على المعلم بداية من أول حصة أنه يبدأ ينشئ أو يصمم مخطط رئيس اسمه التفكير مثل عالم الرياضيات، زي ما هو حوضحه في الشريحة التالية، وده لعرضه طوال العام وتضاف إليه عناصر طوال مرحلة الصف الثالث الابتدائي. المخطط بهذا الشكل اسمه التفكير مثل عالم الرياضيات. ينشئ أو يصمم المعلم هذا المخطط. طيب إزاي هيستخدم المعلم هذا المخطط؟ طوال حصص الرياضيات هيكون المعلم مصمم أو منشئ هذا المخطط، هيكتب من خلاله مفردات وكلمات او ممارسات اللي بيتصف بها عالم الرياضيات في هذا الجزء. على سبيل المثال في الدرس الاول في جزء تأمل يقول المعلم ما يلي: لقد رأيت الكثير منكم اليوم يشعرون بالاحباط او الحيرة. الدرس ده اللي هو درس الانماط، لكنكم واصلتم المحاولة لمعرفة الاجابة. يعني احنا وشغالين شفت في تلاميذ بيشعروا بالحيرة اثناء حل المسائل، ولكنكم وصلتوا للمحاولة لمعرفة الاجابة. ان مواصلة المحاولة لحل المسألة يسمى المصابرة، وهي تعني عدم الاستسلام. مصابرة تعني عدم الاستسلام. لنتذكر ذلك لدينا مخطط جديد سيتم تعليقه في الفصل يسمى التفكير مثل عالم الرياضيات. خلال استمرارنا في التعرف على بعضنا البعض والعمل معا، يمكننا إضافة أفكار لتذكرنا بمعنى التفكير مثل عالم الرياضيات. أول كلمة أو فكرة لدينا هي أن علماء الرياضيات مصابرون. علماء الرياضيات مصابرون. ثم يقوم المعلم بما يلي: على مخطط التفكير مثل عالم الرياضيات يكتب: يصابر علماء الرياضيات عند حل المسائل. يبقى يكتب أول فكرة: يصابرون في حل المسائل الصعبة، اللي هم مين؟ علماء الرياضيات. وهكذا كل درس هيكون في جزء فكرة أو كلمة يكتبها المعلم في مخطط الرياضيات، في مخطط ايه؟ الرياضيات. وده مخطط جديد يصمم المعلم من بداية حصة الرياضيات. كتاب الرياضيات اللي هو خاص بالتلميذ ده يتضمن صفحات لجزئية اربط وجزء خاص بالتطبيق وكراس الرياضيات، جزء برضو من ضمن كتاب التلميذ، إضافة إلى مسائل التحدي اللي بيكون موجودة في كل درس. صفحات اربط ودي بتوفر مساحة لسجل التلميذ حلولهم وأفكارهم أثناء مشاركتهم في نشاط اربط. كل درس هيكون فيه صفحة أو جزء خاص بأربط، من خلاله التلميذ هيسجلوا حلولهم وأفكارهم أثناء مشاركتهم في النشاط، وحيعملوا بشكل فردي أو ممكن بشكل ثنائي أو مع الفصل بأكمله.
ويعمل التلاميذ مع المعلم لتكوين روابط بين ما تعلموه مسبقا وما يتعلمونه من مهارات جديدة. يبقى فائدته ان التلميذ بيربط بين ما تعلمه سبقا وما سوف يتعلمه في الدرس الجديد. صفحات التطبيق دي بتقدم صفحات تطبيق فرصة للتلميذ للتدريب على المحتوى الذي يتعلمونه بالفصل على الفور. يبقى صفحات التطبيق دي حيطبق التلميذ ما تعلمه خلال الدرس الجديد، ومن خلالها بيعمل التلميذ بشكل فردي او شكل ثنائي او في مجموعات صغيرة لمعرفة واكتشاف وتطبيق مهارات ومفاهيم جديدة. وبكده بيحصل التلميذ على عدة فرص للتحقق من ادائهم واداء الاخرين. وهذا الجزء بيعمل على تقوية تجربة تعلم التلاميذ وتعميق ادراكهم للمفاهيم والروابط الرياضية. ويمكن للتلاميذ إصراء تجربة التعلم بحل مسائل التحدي. هيبقى في جزء اسمه مسائل التحدي، هيطلب المعلم التلاميذ حلهم سواء بشكل فردي أو شكل جماعي، هيكون متعلق بجزء اربط. وصفحات التطبيق دي كمان بتعتبر مصدر مهم لتقييم تقدم التلاميذ بشكل غير رسمي. صفحات كراس الرياضيات دي من خلالها بيتأمل التلاميذ ما تعلموه من خلال الرسم والكتابة واستكمال أنشطة الرياضيات. من خلالها بيتعلم التلاميذ من خلال الرسم والكتابة، وبتقدم فرص للتلاميذ لعمل روابط كذلك بين المحتوى الجديد وما تعلموه سابقا وبين المفاهيم الرياضية العلمية والعالم الحقيقي. وكما في صفحات التطبيق، تعتبر أيضا صفحات كراس الرياضيات مصدر مهم لتقييم تقدم التلاميذ الحالي والمفاهيم الخطأ المحتملة. وبكده يكون انتهينا من شرح كيفية استخدام دليل المعلم وكتاب التلميذ. ويفضل للمعلم قراءة كل فصل بعناية والتركيز على التفاصيل المهمة داخل الدليل، وكمان المفروض يجمع في البداية المواد اللازمة ويعد تجهيزات الفصل قبل بداية الحصة. ويفكر كمان المفروض المعلم في استخدام تقنيات إضافية غير الموجودة بدليل المعلم بتناسب مستويات تلاميذه وتراعي الفروق الفردية بينهم. لو عجبكم الفيديو ياريت تشاركوا في القناة عشان يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.